إلهنا إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، إلهنا عظم الخطب واشتد الكرب وتفاقم الأمر على إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع، وأنزل السكينة عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز، يا خير الناصرين، يا جابر كسر المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. إلهنا إلى من تكلهم، إليك نشكو ضعف قوتهم وقلة حيلتهم، فكن لهم معينا ونصيرا، فكن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الصهاينة، اهزم الصهاينة الطغاة المعتدين المحتلين الغاشمين، وانصرنا عليهم وانصرنا عليهم وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز.